أهلا بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة التاسعة من الفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020. نستمر عزيزي الطالب في تناول موضوع البيانات الأولية، حيث ناقشنا في المحاضرة التاسعة والعاشرة بعض تفاصيل هذا العنوان، وسوف نستمر بمناقشة التفاصيل الأخرى عن موضوع البيانات الأولية التي يسعى الباحث للحصول عليها بمختلف الوسائل. والآن نتناول من ضمن طرق المسوحات طريقة المسح عن طريق الملاحظة. وقد سبق أن تناولنا المسوحات التي يلجأ إليها الباحث للحصول على البيانات الأولية عن طريق الاتصال، وبينا بهذا الخصوص أربعة تقنيات ممكن أن تساعد الباحث في أن يحصل على البيانات الأولية التي تخص بحثه. والآن نناقش ونسلط الضوء على تلك المسوحات التي نحصل عليها أو نحصل من خلالها على البيانات الأولية، ألا وهي طريقة الملاحظة. تقوم هذه الطريقة على مراقبة الحالة من قبل الباحث فيما يخص المشكلة أو السلوك أو موقف ما، فإذا أراد التعرف أو جمع بيانات عن مشكلة ما أو عن سلوك ما أو موقف ما، فقد يستخدم الملاحظة كأحد الوسائل للحصول على البيانات الأولية. وبكل بساطة يمكننا أن نعرف الملاحظة بأنها الطريقة التي يمكن اعتمادها في جمع البيانات للتعبير عن الاهتمام بالحالة المحوثة ومراقبة الحقائق ذات الصلة بها وتسجيلها. وعليه فإن هذه الطريقة تعد من الطرق المشتركة ما بين البحث الكمي والبحث النوعي، إلا أنها تستخدم بشكل خاص في جمع البيانات الأولية الخاصة في البحث الوصفي، إذ أنها تتضمن الملاحظة والتسجيل لأنماط السلوكية أو الأحداث أو الدوافع أو غيرها من الحالات التي تستدعي الباحث لأن يلجأ إلى طريقة الملاحظة للحصول على البيانات الأولية الخاصة ببحث. ويمكننا أن نتطرق إلى مجموعتين من النماذج للملاحظة. المجموعة الأولى من حيث الهيكلة، ونلاحظ هنا الملاحظة المنتظمة الهيكلية، وبجانبها نوعا ثاني فرعي، ألا وهو الملاحظة غير المنتظمة أو غير الهيكلية. والملاحظة المنتظمة أو الهيكلية هي التي تعتمد الاستعداد والتهيؤ، ويقوم الباحث بوضع الترتيبات والخطوات التي يمكن اعتمادها للحصول على البيانات الأولية، ولذلك تتم بشكل منتظم ومهيكل وبشكل يدوي أو ربما إلكتروني، حيث يمكن الرجوع إلى عمليات الإدخال والإخراج على سبيل المثال للرصد المخزني أو حالة معينة أو رقم ملفات من خلال الحاسوب والبيانات المثبتة فيه. وعليه فإن الملاحظة المهيكلة أي المنتظمة التي تجري ضمن سياق يتخذه الباحث مسبقا. أما النوع الثاني هي الملاحظة غير المنتظمة أو غير المهيكلة، وهي على العكس من الحالة السابقة في الملاحظة، حيث يجري الاستعداد لإنجاز الملاحظة على أفق الخطوط العامة لها وليس التفصيلية، كما هو في قيام الباحث بمراقبة الأحداث أو السلوك للحالة المبحوثة في لحظة حصولها ودون التخطيط المسبق، أي لم يتهيأ الباحث للقيام بهذه الملاحظة ولكنها حصلت هذه الحادثة أو الحالة أمامه وتمت معاينتها ومراقبتها والتعرف على تفاصيلها وتدوين البيانات الأولية ذات الصلة بها والتي ترتبط بموضوع البحث وأهدافه ومشكلته. لذلك الحالة الموقفية هي التي
تفرض على الباحث القيام بتلك الملاحظة، وعادة أن لا تكون متكررة لأنها سوف تحصل بالصدفة وربما لا تعاد أو تكرر مرة ثانية، كما هو مثلا في ملاحظة سلوك الأطفال أثناء ممارستهم اللعب بعضهم مع البعض الآخر أو في توجههم نحو لعبة معينة دون بقية اللعب. أما المجموعة الثانية من حيث التنكر، نجد أيضا هناك نوعين، الملاحظة المتنكرة والملاحظة غير المتنكرة. والملاحظة المتنكرة هي أن الباحث يتنكر بأي صيغة أو صفة مرتبطة بالحدث موضوع البحث، بحيث لا يستطيع المستجيب أو الشخص الذي يتم ملاحظته من معرفة كونه موضع ملاحظة من طرف آخر، ويكون التنكر بشكل مختلف عن شخصية الباحث الحقيقية، فقد يكون متنكر على شكل بائع أو متنكر على شكل مشتري أو متنكر على شكل وسيط أو موظف أو مسؤول إلى آخره. ويمكن يستخدم الآلات والتصوير أو أي أجهزة إلكترونية لتسجيل الملاحظة في لحظة حصولها. يعني على سبيل المثال في داخل المصرف هناك مجموعة من الزبائن الذين يتواجدون في المصرف لانتظار دورهم في إنجاز معاملاتهم، ولكن عندما يطول الانتظار يسود هذا الجمهور حالة من التململ والسهام والنزاعات، وقد تنجم عنه سلوك غير محسوب، فيقوم الباحث من ضمن إدارة البنك بتقمص دور عميل ضمن أولئك الزبائن، وقد يكون رجل موظف أو امرأة إلى آخره، ويسأل العملاء المتواجدين في المصرف عن مشاعرهم جراء هذه الحالة التي ولدت السهام والملل والانزعاج. أما الملاحظة غير المتنكرة فهو أن يمارس الباحث دوره الظاهري دون حاجة لأن يتقمص دور آخر غير حقيقي ويقوم بالملاحظة بشكل طبيعي. فالمسؤول عن خدمة الزبائن يقرر مثلا فتح منفذ، حسب مثالنا السابق فتح منفذ آخر لتمشية المعاملات لكي يكسر الملل والانتظار والانزعاج والتذمر في نفوس الزبائن الموجودين في داخل المصرف، يقوم المنفذ الآخر باستقبالهم وتمشية معاملتهم دون أن يخلق مشكلة أو انزعاج أو عدم رضا لدى الزبائن. بصيغة مباشرة المسؤول يعالج الموقف باسمه ومنصبه دون الحاجة إلى التنكر. يمكننا أن نصنف الملاحظة إلى عدة أشكال، فهناك الملاحظة الشخصية والملاحظة الإلكترونية وتحليل أثر والتدقيق. فالملاحظة الشخصية هي الملاحظة المباشرة والشخصية من قبل الباحث ذاته لمراقبة تصرف حقيقي كما يحدث، ولا يتدخل في أي شيء باتجاه التأثير على الحدث كما هو في ملاحظة صاحب المتجر وفي أوقات محددة لعدد المتسوقين الداخلين المتجر وأين يتركز تواجدهم داخل المتجر، والغرض من ذلك هو في إعادة تصميم ممرات المتجر ومواقع أدوات العرض وغيرها. أما النوع الثاني أو التصنيف الثاني للملاحظة هي الملاحظة الإلكترونية، وباستخدام الأجهزة الإلكترونية بمختلف أشكالها وأنماطها للمراقبة بدلا من الشخص ذاته. وهناك نماذج على استخدام هذا النوع كاستخدام الكاميرات المراقبة، استخدام عدادات الدخول للأماكن التسليم وشابه، استخدام عدادات لحساب أعداد السيارات تتسق الطريق وكثافة حركة المرور، وأيضا ممارسة رابعة لهذا النوع هي أجهزة الأمان والإنذار المبكر الموضوع على الدور والمحلات وغير ذلك. النوع الثالث من طرق الملاحظة أو تصنيفها تحليل الأثر تراس أناليسيس أو المسار، وهي طريقة سهلة في الملاحظة وغير مكلفة لمن يتقنها، وتتمثل في متابعة وتحليل الأثر الطبيعي المتحقق من المستجيبين لسلوك سابق، والذي يستند على أساس مجموعة من البيانات التي تؤشر الحالة المبحوثة. مثال ذلك ملاحظة حجم وكمية النفايات وانتشارها، أيضا عدد بصمات الأصابع الموجودة على صفحات الإعلان المنشور في المجلة المعينة، المحطات الإذاعية التي تستهوي الركاب لسماعها أثناء تنقلهم في الباصات، معدل سنوات السيارات المتواجدة في موقف مثلا الكلية، وأعداد
وأعداد هذا التأشير، المستوى الاقتصادي والاجتماعي للطلبة إذا كان هناك جراج مخصص لسيارات الطلبة أو الأساتذة، عدد الداخلين إلى المواضيع المنشورة على أحد المواقع في شبكة الإنترنت التأشير، مدى الاهتمام النسبي لدى القراء بتلك المواضيع وتستخدم من قبل دور النشر والطباعة والإنتاج الفكري. المجموعة الرابعة أو النوع الرابع من تصنيفات أشكال الملاحظة هو الأدت أي التدقيق، يتم على أساس جمع الباحث للبيانات بالرجوع إلى السجلات أو التحليل، أي هذه الطريقة نرجع إلى السجلات والدفاتر والمستمسكات والوثائق للحصول على البيانات. تقوم الملاحظة باعتماد التدقيق على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمثل بالبيانات التي يتم جمعها شخصيا من قبل الباحث ويجري التدقيق عليها في مدى دقتها وصوابها، والثانية هي البيانات التي تستند إلى التقدير الكمي لتأشير حالة كما يتضح في عمليات الجرد المخزني للشركة. ومن بين تلك البيانات المتعددة التي يمكن الحصول عليها كمية المبيعات المتحققة من كل صنف، كمية المواد المتبقية من كل صنف، قيمة المبيعات المتحققة، الحركة اليومية للمواد في المخازن، تصنيف المواد المخزنية حسب المنشأ والسعر وما شابه ذلك. وهنا نتساءل ما هي مزايا طريقة الملاحظة؟ هناك عدد من المزايا والمحاسن التي تتسم بها طريقة المسح بأسلوب الملاحظة، منها أن الملاحظة استخدام الملاحظة يقدم صورة موضوعية عن الحالة دون تحيز، لا سيما إذا ما تم استخدام المعدات الإلكترونية دون أن يتدخل الباحث بنفسه. هناك بعض الحالات لا يمكن التحقق منها بدون هذه الطريقة، أي أنت مجبر لأن تعتمد أسلوب الملاحظة في التعرف عليه كما هو الحال بالنسبة إلى سلوك الأطفال وتعبيراتهم اتجاه الحدث التي يهمهم، لأنهم غير قادرين عن التعبير أما في داخلهم بأسلوب سوى السلوك العفوي، لأنهم قد لا يحسنون القراءة والكتابة للتعبير أما في داخلهم من خلال الكتابة. الميزة الثالثة هي كلفتها منخفضة مقارنة بالطرق الأخرى، لا سيما عند استخدام الكاميرات، وبخاصة عندما تستخدم الوسيلة الآلية المراقبة ورصد والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة أو تحت ظل ظروف بيئية ومناخية، بحيث لا يستطيع الفرد الطبيعي العادي أن يقوم بالمراقبة أو الملاحظة، وإنما تقوم هذه الآلات والمعدات وهي كلفتها تكون قليلة مقارنة بأجور أو تكاليف، يعني تكليف أشخاص طبيعيين للقيام بتلك الملاحظات. الرابعة أي الميزة الرابعة تساعد في فهم الأشياء والتعمق بها وتقلل من نسيان ما حصل في فترات سابقة، أو قد لا ينتبه الشخص في حينها ولأي سبب كان فتذهب بعض الملاحظات دون الانتباه إليها. النقطة الرابعة تساعد في فهم الأشياء والتعمق بها وتقلل من نسيان ما حصل في فترة سابقة. خامسا تعد وسيلة مكملة للغة الجسد البودي لانجويج في التعبير من خلال الحركات، والتي تتمثل بالحركات التعبيرية التي يقوم بها الفرد للتعبير الرأي داخلي لديه، كما هو في حركة العين، الحاجب، اليد، الكتف، ابتسامة إلى غير ذلك من الحركات التي تعطي انطباعات وإشارات عن المعنى المطلوب توصيله إلى الطرف المتلقي لهذه المعلومة. أما أبرز محددات طريقة الملاحظة يمكن أن نلاحظها وفق النقاط الأربعة الآتية: قد يتعاطف الباحث أثناء الملاحظة مع المبحوث أو الخاضع للملاحظة. 2 يصعب رصد وملاحظة السلوك الشخصي البحث عندما يحصل بعيدا
عن ملاحظة الباحث. 3 استخدام كاميرات يعد خرق لأخلاقيات العمل التسويقي ومخالفة قانونية إذا ما تم دون علم الشخص. 4 أي المحدد والقيد 4 لا تكون مناسبة للحالات التي تتطلب إبداء الرأي. إن يجب أن تكون هناك إجابة أو رأي تعبيري عن الحالة. وهذه الملاحظة أو سوء الملاحظة لا يتضمن إبداء رأي أو تعبير عن قناعة معينة، بل يخضع للملاحظة فقط. إذن هذه أبرز محددات طريقة الملاحظة في المسوحات التي تتطلب جمع بيانات أولية عن البحث والحالة ذات الصلة بالمشكلة التي يدرسها الباحث أو فريق بحثه أو المنظمة التسويقية.